أنا بس عشانك همشيك والله ما شفت. والله أنت بارك لو فيه والله ما أعطيك بس عشان بيت ما صار بدنا نشوف بس. عندي ربيع عندي والله ربيع. عدد كبير وإحنا بس عدد أنا كبير عندي بنين. هذا كرم من جهتي ولقى طنجرة من عنده. رايك كرم زعلان حطك الله فيه حطك حطه يا عمي هاي حطيت حطه واحدة بقول تعال احنا ندقع في الواحد زي هيك يلا امشي الله يكرمك حطول يا حاج حطول اي ورا وين وين خلص فين ترجع كيف بدك تعبي الله ينور عليك ينور عليك أنا اسمي شريف الجاي من دير البلا ساكنة بجنب طار المقيد الحمد لله كل إشي بيت انقصف وولادي خمسة ثلاثة منهم عيانين نفسيا وأنا نفسيا وجوزي نفسيا وحالتنا حال الويل الصفر مستحيل مش ما لا ألاقي طعام ما لقيش طعام بزيادة وأنا صار دمي سبعة ووضع الصعب على الآخر الحمد لله وكله غالي الرز بدي أروح أشتري بلاقيه غالي الأكل وجبة الصور بدها تصحرش نهائي وبنصوم الحمد لله الحمد لله بصوم بنصوم وما فيش ولا أي حاجة ولا سيرج ولا أكل وبنيجي أنا بناكل ما فيش كمان هذا مش بزيادة مش بزيادة هذا الأكل إحنا كنا نطبخ وناكل زمان ناكل بزيادة والحمد لله نقص صار عندهم كالسيوم نقص عندهم نقص عندهم دم اولادي ووضعنا صعب على الاخر حتى انا هينا ضعفت على الاخر الحمد لله كل حاجه والاكل عندنا نقص على الاخر
وبدنا احنا حلول. العيد كمان راحت فرحة اطفالنا، اطفال غزة ما في لهم عيد، راحت ما فرحتهم. وفي رمضان اجى رمضان بين اربع ايام لرمضان، وخلص رمضان واحنا بنستنى كل يوم 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 اني وقف اطلاق النار، ويصير عنا يعني نفرح ونتهنى ونرجع زي زمان. بدنا نبسط وبدنا نكون العزة زي بقية العالم. يا ارجع يا عم عبدور. يلا شد لي حالك انت وياه. اطلع يلا اللي بعده. اطلع اللي بعده انت حميد. اطلع والله يا عبد الله. يلا يا بنات تعالوا يا عمي. الله يلا يا ابو. يلا يا اخو.